لكن الاهلي ادى مباراه كبير يعني وبالارقام انت خلقت فرص، كم فرص كبير، كان ينقص بس التوفيق. تمام صح. كره يعني ركله الجزاء او كره اللي خبطت، الكره اللي خبطت في كهربا وجت في العرض يعني دي ما تطلعش، دي تبين لك ان فعلا ما فيش توفيق يعني في بدلك، وان ده مش يومك، وبتحصل يعني بتحصل دايما في الكوره ان في يوم خلاص انت عملت كل حاجه بس هي مش عايزه تدخل. بس يعني الاهلي متعود على كده ان هو حتى لما بيخسر بطوله وما بيكملش بطوله خلاص بقفل وبركز في اللي بعده يعني. فان شاء الله التوفيق، وان شاء الله يكون حليفنا في الفتره اللي جايه ونقدر نحصد كل البطولات ان شاء الله اللي داخلين فيها. رايك في اكرم توفيق؟ ما شاء الله ربنا يحفظه. وده برضو يعني مرنته في 97 ولعب معايا فتره في النادي الاهلي. في النادي الاهلي. هو شخصيه جميله يعني، بعيدا عن الكوره هو شخصيه جميله. هو ده بقى المينتاليتي اللي لازم يبقى عند كل اللعيبه، ازاي انا مهما بعدت لا برجع تاني اقف على رجلي وبحارب وقاتل عشان ارجع بنفس القوه. وده اللي احنا بنشوفه من اكرم يعني، ده اللي انت بتحاول توصله للعيبه. ده اللي بحاول اوصله للعيبه اللي موجوده الصغيرين دلوقتي. ان خلاص يعني انت ما بتلعبش دي مش مني، مش من المدرب، دي منك انت، انت اللي مقصر وانت اللي راضي بكده. لو انت هتشد حيلك وهتتمرن بقوه حتى لو اللي مكانك كويس احسن منك، ربنا هيخلق لك فرصه عشان انت تعبت. عشان انت تعبت ربنا هيديك على قد تعبك. فده اللي بنحاول نوصله للاولاد. وما شاء الله اكرم يعني رغم الفتره البعيده اللي كان بعيدها الفتره اللي فاتت دي كلها، ورجع في ماتش كبير زي ده وبقوه يعني، ماتش قوي وماتش مهم، وبيلعب بالقوه دي وبالحماس دي وبالاداء ده يعني. بصراحه ربنا يحفظه وربنا يحميه. انت لو مكان كولر في الماتشين بتوع صن داونز وهو غاب بقاله فتره، وانت عارف الشخصيه بتاعت اكرم اديله، اكرم يعني اديله اكرم تديله عشان انا عارفه يعني، انا عارفه وعارف شخصيته، يبقى عندك ثقه في انك تديله بعد غياب الفتره طبعًا. ولا تقول ممكن استنى عليه شويه اكرم ما شاء الله يعني لو حطيته فتح يعني قدام قطر هيقف. فزي ما قلت لك كده ربنا يحفظه وربنا يحميه ويبعد عنه الاصابات ويكمل بنفس المستوى ان شاء الله. يعني امام عاشور، امام عاشور ما شاء الله بيمر بفتره تالق يعني، وحتى انا نصحت امام عاشور وانت بتتالق حاول تقفل ودانك شويه يعني، ما تسمعش هنا وهنا وهنا، ان اللعيب طول ما هو ماشي كويس وبخطى ممتازه هتلاقي في ناس عايزه توقعك وتهمدك وتبعدك عن الملعب وتاخدك في حتت تانيه. انت حاول يعني، دي النصيحه اللي انا بنصحها لك على الهواء. انت شايف امام عاشور ازاي واداؤه مع النادي الاهلي وخاصه في وسط الملعب؟ لا امام طبعا لعيب كامكانيات لا غبار عليه. امكانيات عاليه جدا في دات، في شوط، في دفاع، يعني لعيب يعتبر في نص الملعب لعيب متكامل. وده يعني وده اللي بيساعده بقى اللعيبه كمان اللي حواليه ان هو في منظومه كويسه، وده اللي بيظهر امكانياته يعني. زي ما انت قلت له كده خلاص انا متالق وماشي كويس، ابعد بقى عن اي حاجه، ما اديش ودني لحد. الرغي كتير، الناس بتحاول تبعدك وتشدك، انت عارف السوشيال ميديا والكلام دوت، بيبعد عن كل الحاجات دي ويركز في شغله ويركز في ادائه، وان شاء الله يوصل لابعد مستوى مع النادي ومع المنتخب ان شاء الله. ان شاء الله. عايز ارجع لفريق 2003 بقى مره ثانيه، فكره اذاعه عايز ارجع لفريق 2003 بقى مره ثانيه، فكره اذاعه المباريات هنا على الهواء. ذاعنا ال 2003 وقبل كده وحضرتك موجود مع الفرق الاخرى، كنا بنذيع لفرق الشباب النادي الاهلي. شايف فكره اذاعه المباريات ازاي واحنا بنذيع المباراه على الهواء هنا على قناه الاهلي، خدمه خمس نجوم، استوديو تحليلي، استوديو تحكيمي، كل حاجه؟ لا طبعا دي حاجه مهمه جدا للعيبه يعني، دي بتديهم دافع وبتديهم حماس ان هو يطلع كل امكانياته. الناس هتعرفه من خلال الماتشات دي، الكلام عليها هيبان يعني، هيبان بقى اللعيب الكويس اللعيب اللي مش كويس. فده زي السوق، انت بتعرض نفسك واللي عايز بقى يشتري زي ما بيقولوا يعني، سواء بقى يطلع درجه اولى سواء نادي تاني يعوزه فياخده. فانا حتى كلامي مع الاولاد الفتره اللي فاتت ان عيب يعني، بقى لنا فتره القناه ما فكرتش ان هي تذيع علينا ماتشات. عندك الماتش الجاي مين؟ عندنا فيوتشر ان شاء الله. هنذيع لكم الماتش على الهواء، انا بقول على الهواء الماتش الجاي ان شاء الله هنذيعه لكم. انا بقول لهم من دلوقتي شدوا حيلهم يبقى حافز ليهم. ويبقى حافز ان زي ما بقول لك يعني ده سوق
والكرة عموما دلوقتي بقت كده يعني استثمار. انت بتبين امكانياتك والنادي ده عايزك، النادي ده عايزك، تمنك بيعلى من صح. الماتشات اللي زي دي واسمك بيعلى، فكل ما هتعلي في اسمك تمنك هيزيد وهتبقى مطلوب في كذا مكان، غير لما تظهر بمظهر مش كويس لا ما حدش هيفكر فيك. يعني حتى لما تروح تلعب فرقه وتكسبها وتعمل قدامها ماتش كويس، الفريق بتاعها الدرجه الاولى هيفكر فيك السنه اللي جايه، هتسمع هيطلبك، هيشتريك اعاره، هياخدك. فالسوق مفتوح بس انت طلع كل امكانياتك. شرفتنا ونورتنا يا كابتن احمد. حبيبي يا كابتن اسامه، انا سعيد. نتمنى لك التوفيق واحنا على وعده ان شاء الله. المباراه الجايه هنزعها لكم ان شاء الله، ان شاء الله بحافز لفريق 2003 باذن الله. حبيبي يا كابتن اسامه، بشكرك وبتمنى لك التوفيق دايما باذن الله. احنا بنشكرك وبنتمنى لك كل التوفيق. بشكر حضراتكم شكرا جزيلا، وبشكر ضيفي